المتوسط الحسابي هو عبارة عن دي برايم في ال، وعندي السيفتي ستوك اللي هي عبارة عن زد مضروبة في سيجما تبعت ديماند ديورينج لي تايم. وحكينا سيجما تبعت ديماند ديورينج لي تايم هي عبارة عن سيجما دي في جذر ال، فتصير السيفتي ستوك هي عبارة عن زد، زد فاليو هي عبارة عن زد فاليو اللي هي المساحة اللي هون. هذه المساحة كم؟ لسه على سبيل المثال 90%. برجع للنورمال تيبل، هذه الزد بتكون 1.82. بالامتحان اللي بعطي قيمة الزد، ما في داعي ترجع للنورمال ديستريبيوشن تيبل. إذا زد موجودة عندي، هاي القانون العام. إذا الري أوردر بوينت راح تصير دي برايم في ال مضروبة في السيفتي ستوك، وحكينا السيفتي ستوك للمرة الأخيرة هي عبارة عن زد مضروبة في سيجما ديماند مضروبة في جذر ال. إذا نزل الانفنتوري بوزيشن تبع هاي الري أوردر بوينت، باخذت بعين الاعتبار السيفتي ستوك، بعمل كوانتيتي جديدة مقدارها كيو. وبالعاده هذه الكيو بتكون يا اما انا بحددها يا اما بتكون عباره عن ايكونوميك اوردر كوانتيتي. طيب انا اعطاني مثال على البيرد فيدر، تتذكروا كانت الايكونوميك اوردر كوانتيتي عباره عن 75، وحلينا هذا المثال المره الماضيه. السيرفيس سايكل ليفل كانت 90%، اذا زد المقابله لها عباره عن 1.28. حسبت السيفتي ستوك اللي هو عباره عن زد في سيجما ديماند ديورينج ليت. هذه القيمة حكينا هي عبارة عن سيجما ديماند، هاي سيجما ديماند في جذر الله كم اللي تايم كونستانت هي 2 weeks. إذا بحكي 5 في جذر 2، 5 في جذر 2 بتكون هي 7.07، طلعت القيمة 9.05. هون أقربها لتسعة، بالامتحان لا تقرب، لا تقرب كميات، خلي الكميات زي ما هي. اذا الري اوردر بوينت عباره عن دي براين في ال، بزيد عليها السيفتي ستوك ال 2، والمتوسط الحسابي للديماند اللي هو 18. اذا عندي 45 يونت، هذه بالنسبه لي الري اوردر بوينت. تمام، اعطاني مثال ثاني. حكاني الافرج ديماند ديورينج ليد تايم هو عباره عن 85. هذا القيمه كانه بحكي لي انه دي برايم في ال هي 85، اعطاني القيمه مباشره. وحكي لي السيجما تبعت لما ديماند ديورينج ليد تايم هي 40. اذا هذه القيمه هي عباره عن سيجما ديماند في جذر ال، ما اعطاني ال خلاص. والسيرفيس سايكل ليفل كم؟ نسبه الخدمه اللي بدخل فيها الكاستمر 95%. برجع للنورمال ديستريبيوشن تيبل، طلعت لي هذه القيمه. هذه القيمة إذا ضربتها في 40 اللي هي سيجما ديماند في جذر ال بتعطيني السيفتي ستوك. إذا السيفتي ستوك قيمته 66 يونت تقريبا. إذا بدي أحسب ال R شو بعمل؟ دي براين في ال اللي هي 85، بزيد عليها السيفتي ستوك اللي حسبته أول اللي هي 151. إذا الديماند تبعي نزل تحت ال 151 بطلب كمية ثابتة مقدارها كيو بغض النظر عن قيمة كيو. تمام؟ بحكي لي بدي اغير الري اوردر بوينت، بدي يكون السيرفيس سايكل ليفل 30 مش 95، بدي تكون 85. اذا كانت 85 تختلف قيمه الزد، الزد كم بيصير؟ 1.04. بدي اضربها في 40 صارت 42، كم صارت الار؟ 85 زائد 42 صارت 127. يا بستعمل هذا السيناريو يا هذا السيناريو حسب السيرفيس سايكل ليفل تبعتي اللي انا انترستد فيها. بدي اخدم الكاستمر بنسبة 95% ولا بدي اخدمه بنسبة 85%؟ واضح؟ هذا مثال على المحاضرة الماضية، ما اخذنا شيء جديد. عندي السيناريو رقم 3، إذا السيناريو الأول في عندي دي ثابت وفي عندي ال ثابت. السيناريو الثاني هو عبارة عن دي متغير وفي سيجما دي وفي عندي ال ثابت. السيناريو رقم 3 في عندي الديماند متغير وإله ديماند متغير إله سيجما، وعندي الليد تايم متغير حطيت عليه بار، وفي عندي إله سيجما ليد تايم. إذا الديماند متغير والليد تايم متغير. أنا بيهمني هذا الديستريبيوشن اللي هو دي براين في ال. إذا اختلفت دي واختلفت ال لازم أزيد سيفتي ستوك. كم قيمة السيفتي ستوك؟ طبعا بما أنه بيحكي أنه نفترض أنه دي براين نورمال ديستريبيوتد وال براين نورمال ديستريبيوتد، بحكي لي في نظريه معينه بالاشتقاق معتمده على سنتر ليميت ثيرم على سبيل المثال،
بحكي لي السيجما الجديده اللي تبعت السيفتي ستوك حسب بطلعها حسب هذا القانون. بدي انتبه على القانون الان لانه القانون بخربطه شوي. اول شيء ضارب المتوسط تبع الليد تايم في سيجما، مش الليد تايم، سيجما تبعت ايه؟ تبعت الديماند. هو ما في تربيع، على الاقل ما في تربيع. البارت الثاني اخذ الديماند تربيع ضربه في سيجما تبعت ال تبعتي تربيع، بعدين جمعهم مع بعض واخذ ايه؟ الجذر. اذا المعادله بدي انتبه عليها حتى ما يكون في عندي خربطه في الحفظ. بضرب الليد تايم في سيجما ديماند تربيع، بعدين بزيد عليه الديماند تربيع، متوسط الديماند تربيع مضروب في سيجما تبعت الليد تايم تربيع. هاي سيجما تبعت الديماند تبعت ديورينج ليد تايم. اذا ضربتها في زد شو بتعطيني؟ يعني هاي كانه ري اوردر بوينت. دي برايم في ال برايم زائد زد في سيجما ديماند ديورينج ليد تايم. يعني دي في مضروبه في ال. هاي القيمه تساوي دي برايم في ال برايم زائد زد مضروبه في قيمه سيجما. كم قيمه سيجما؟ هيها ال برايم سيجما ديماند تربيع زائد متوسط الديماند تربيع في السيجما تبعت ليد تايم تربيع. نفس القانون قبل شوي، شو اختلف؟ اختلفت قيمة السيفتي ستوك وصار في عندي ال مش ثابت، صار متغير. طيب هون اعطاني مثال بحكي لي في عندي نوع من الاقلام بول بوينت بن، الويكلي ديماند تبعه عبارة عن 12000 بن، اذا هاي دي برايم. الـ standard deviation قيمته 3000، اذا هاي سيجما دي. الانفنتوري بوليسي الاوردر تبعي دائما بعمل كميه مقدارها كيو قيمتها 156000، اذا هاي كيو. ممكن تكون ايكونوميك اوردر كوانتيتي او ممكن تكون اي كميه ثانيه. الافرج ليد تايم فروم ديستريبيوتر اللي هو الايكوال 5، اذا هاي البرايم. بما انها متغيره في عندها ستاندرد ديفيشن، اذا هاي سيجما سيجما ال، واعطاني السيرفيس السايكل ليفل اللي هي 95%. شو مطلوب مني؟ احسب السيفتي ستوك، مطلوب مني احسب الار. اذا هاي المعطيات صارت كلها موجوده هون. بدي احسب سيجما ديماند ديورينج ليد تايم، ال مضروب في سيجما ديماند تربيع، ال 5 سيجما ديماند 3000 تربيع زائد 12000 اللي هو دي براين تربيع مضروبه في 2 تربيع. هذا بالنسبه لي سيجما تبعت ديورينج ليد تايم، سيجما ديماند ديورينج ليد تايم، يعني كانها سيجما دي في ال. بدي اضرب فيها، اضرب هذه القيمه في زد، الزد فاليو حكينا 95%، 95% الزد فاليو تبعتها 165 1.65، ضربتهم كم طلعوا؟ 41000 بن و118، هاي السيفتي ستوك. بدي احسب الار اللي هي ري اوردر بوينت، بحكي دي براين في ال براين زائد السيفتي ستوك اللي فوق. دي براين اللي هي 12000 ضربتها في الليد تايم متوسط 5، جمعت عليها السيفتي ستوك طلع هذا الرقم. اذا نزلت الكوانتيتي تحت هاي الكوانتيتي، اذا الانفنتوري بوزيشن نزل تحت ال 101000 تقريبا، شو بعمل؟ بطلب كمية جديدة، شو مقدارها؟ الكيو تبعتي هي الكيو، تمام؟ تطبيق مباشر على القانون، بدي احسب السيفتي ستوك واحسب الري اوردر بوينت. هذه الري اوردر بوينت هي القيمة اللي إذا نزل الانفنتوري بوزيشن تحتها بعمل كمية مطلبية جديدة مقدارها كيو، والكيو هاي ثابتة في حال السيستم تبعي اللي هو كونتينيوس ريفيو سيستم اللي هي كيو سيستم سميناها. طيب بحكي لي الكيو سيستم، بدي اشرح فيه شغلتين. الشغله الاولى اسلوب سهل للتعامل معه، والاسلوب الثاني الشغله الثانيه اللي بدأخذها بدأخذ بعين الاعتبار الهولدنج كوست تبع السيفتي ستوك. احنا لما كنا نحسب اول كنا نحسب سي هي عباره عن كيو 2 على 2 في اتش مضروبه في مضروب في اتش، بدي ازيد عليها السيت اب كوست اللي هو دي على كيو مضروب في اس. طيب في انا في كميه السيفتي ستوك موجوده عندي، هذه السيفتي ستوك الاصل تكون موجوده عندي على مدار السنه كامله، في يعني في عندي كميه اضافيه غير الكيو على الاثنين. هاي الكميه راح اخزنها في المخزن عندي على طول السنه، اذا في لها سيفتي، في لها هولدنج كوست. هذه السيفتي ستوك في لها هولدنج كوست، لازم ازيدها على الكوست التوتال تبع التوتال انفنتوري كوست. ف
فدائما السيفتي ستوك شو بدي اذا بدي احسب الكوست تبعها بضربها في اتش وبزيد بضيفها على الكوست الاضافي اللي هو كنت احاسبه اللي هو كيو على 2 مضروب في اتش زائد في على كيو مضروب في اس اللي هي عباره عن سيتاب كوست. طيب بدي اشرح المثال التالي. في عندي شركه على سبيل المثال بتعبي مي، عندها تو تانكس، التانك الاول فيه 2 متر والتانك الثاني فيه 2 متر. الكيو سيستم اللي هو كونتينيوس ريفيو سيستم نقدر نسميه اسم ثاني بنسميه تو بن سيستم. هاي في عندي تو بن، يعني افترض انه في عندي خزانين بدي اظل دائما اعمل ريفيو للسيستم، ولا هاي شغله مزعجه؟ اذا ما كان السيستم عندي كومبيوترايز كل مره بدي اظل اتفرج اعمل ريفيو للسيستم، هل في داعي ولا في عندي اسلوب ثاني مختلف ممكن استعمله؟ بحكي لي في عندي اسلوب ثاني ممكن استعمله. في عندي تو تانكس ووتر تانكس، هي التانك الاول هي التانك الثاني، هذا في 2 متر فل وهذا في 2 متر فل. طيب في حال انا بستعمل من هاي التانكس بحكي لي الاولويه بالاستعمال اللي هي الووتر تانك رقم واحد. اذا خلص ووتر تانك رقم واحد شو بعمل؟ بصير استهلك من رقم اثنين. طيب اذا استهلكت من رقم واحد شو راح يصير بالتانك رقم واحد بعد فتره؟ في حد معي؟ راح يقل والخزان رقم اثنين راح يجي محله. مش يجي محله، يصير استهلك من اثنين. يعني بالزبط. اول خلص، بما انه خلص شو بعمل؟ بصير استهلك من رقم اثنين. طب في هاي الحالة بين عندي فيجوالي بشكل نظري انه الخزان الاول خلص، شو بعمل؟ يعطيك العافية. اذا خلص الخزان الاول بستهلك من الخزان الثاني، شو لازم تلقائي اعمل؟ اعمل اوردر اعبي الخزان الاول، صح؟ صحيح. كانه فعليا فيجوالي صرت بالنظر اذا خلص الخزان الاول بطلب كميه مقدارها كيو اللي هي كميه مقدارها فل، تخزان فل كامل. في داعي اظل دائما اعمل انسبكشن للانفنتوري ولا خلاص صرت اعمل له انسبكشن نظري فيجوالي؟ في داعي اتظلي دائما اعمل انفنتوري بوزيشن ولا بس بتفرج على الخزان الاول اذا خلص بطلب؟ هيك هي بطلع على الخزان الاول. الخزان الاول كانه عباره عن ري اوردر بوينت اللي هي كميه الخزان الثاني اللي هي 2 متر. طيب اذا اجاني كميه جديده الان، هاي الكميه راح تصلني مباشره ولا في لها ليد تايم؟ بيكون في لها ليد تايم. خلال الليد تايم بصير استهلك من الخزان الثاني. على سبيل المثال الخزان الثاني صارت الكميه فيه لتر ونص، متر ونص. طلبت كميه كم مقدارها؟ تعبئه الخزان كامل اللي هي 2 متر. اذا اجى الخزان كامل شو بعمل؟ الطلبيه وصلت تبعتي، شو بعمل؟ بكمل الخزان الاول الثاني نص متر بخليه فل، والخزان الاول بعبي فيه الكميه. كم بيصير فيه الخزان الاول؟ بيصير فيه متر ونص. بعيد الكميه مره ثانيه. هلا اذا بصير استهلك من الخزان الاول، اذا وصل لزيرو فضة بعمل كميه جديده، بصير استهلك من الخزان الثاني لما تجيني الاوردر كامل. لما يجيني الاوردر كامل بعبي الخزان الثاني كامل، وشو بيضل عندي ماتيريال بعبيها بالخزان الاول. هاي باعتبار كانها بن سيستم، فانا كاني خزنت الانفنتوري تبعي بتو ديفرنت لوكيشنز، كانها خزانين. الانفنتوري تبعي حكيت عني سميته ستوك كيبنج يونت. شو يعني ستوك كيبنج يونت؟ حكينا للمره الاخيره اس كي يو هي ستوك كيبنج يونت، اي كميه اي رقم
اي ايتم انا بخزنه له باركود عندي في المخزن بسميه ستوك كيبنج يونت. هذا واحد من الايتمز اللي بخزنها عندي في المخزن. حكينا عن النقطه الثانيه اللي هي عباره عن توتال كوست. التوتال كوست عباره عن هولدنج كوست للسايكل انفنتوري زائد سيت اب كوست. الان في عندي تيرم اضافي اللي هو السيفتي ستوك. هاي السيفتي ستوك موجود عندي على طول الفتره، فلازم دائما احسب السيفتي ستوك تبعي. وحكينا السيفتي ستوك في لها تو اوبشن للحساب حسب الديمان تبعي. ممكن تكون عباره عن زد في سيجما ال في جذر ال في سيجما ديماند في جذر ال، هي عباره عن زد يعني في سيجما تبع الدي ال ديماند في الليد تايم. يا بتكون في عباره عن زد في سيجما ديماند مضروبه في جذر ال، يا بتكون سيجما مضروبه في جذر ال سيجما ديماند تربيع زائد، هاي كلها تحت الجذر باي ذا واي، اه دي براين تربيع في سيجما ليد تايم تربيع هاي براين، كله هذا تحت الجذر. اذا السيفتي ستوك عندي باسلوبين. طيب في حال ما كان في عندي سيفتي ستوك، الديماند ثابت والليد تايم ثابت، ما بكون في عندي سيفتي ستوك، هذا التيرم بروح. والعاده على الوضع العادي لا، شو بيكون عندي؟ بيكون في عندي سيفتي ستوك لانه الديماند بيكون فلكتشويتد او الليد تايم ممكن يكون فلكتشويتنج، فالاثنين ممكن يكونوا موجودين، تو اوبشنز ممكن يكونوا موجودين. في عندي ادفانتج تبعت الكيو سيستم، شو الحسنات تبعته؟ مو شرط اعمل دائما ريفيو للسيستم دائما. حكيت الريفيو للسيستم ممكن اعمله individualization. كيف يعني؟ هل في داعي اعمل تشيك للانفنتوري بوزيشن اذا استهلكت من السيستم؟ اذا ما استهلكت من السيستم او ما وصلني اي شيء من السبلاير، في داعي اعمل تشيك للانفنتوري بوزيشن؟ امتى بعمل؟ ما في داعي. يا اما اذا استهلكت من الـ من الـ من المخزون بالبرودكشن او وصلني شيء من السبلاير، ففعليا السيستم مش صعب كثير، مش شرط يكون توتالي كونتينوس، ممكن يكون ديسكريت. امتى بعمل تشيك للانفنتوري بوزيشن؟ اذا دخل شيء على السيستم او اذا طلع شيء من السيستم. طيب الادفانتج الثانيه انه الكوانتيتي تبعت هذا السيستم الكيو، حكينا شو بدنا نعمل فيها الكوانتيتي بالسايكل انفنتوري بالكيو، بتكون ثابته. طيب اذا الكميه ثابته، السبلاير شو ممكن يعمل لي؟ كوانتيتي ديسكاونت. تمام، اذا الكميه تبعتي ثابته، هاي واحده من الادفانتج. واحده كمان من الادفانتج بحكي لي بهذا السيستم شو السيفتي ستوك تساوي؟ زد في سيجما ديماند في جذر ال. بحكي لي هاي الكميه عاده شو بتكون؟ بتكون قليله. ليش حكينا لو ليفل؟ لانه هسه كمان شوي راح نقارنها بسيستم ثاني. السيستم الثاني راح تكون السيفتي ستوك تبعته اعلى. اذا بالنسبه للكونتينوس ريفيو سيستم او اللي هو الكيو سيستم، شو ماله السيفتي ستوك تبعه؟ واطي بالعاده، واطي. طيب لانه بيعتمد بس على الليد تايم. بدنا نعطي مثال، حكى لي الديماند 10 بير ويك، 52 اسبوع بالسنه، مش 48، 52. الاوردر عندي 45، عندي 12 الهولدنج كوست، الليد تايم 3، الستاندرد ديفيشن تبعت الليد تايم 8، والسايكل سيرفيس ليفل او سيرفيس سايكل ليفل هي عباره عن 70%. شو مطلوب مني احسب؟ كل شيء. اول شيء بدي احسب الكوانتيتي تبعتي، 2 في دي في اس على اتش، طلعت الكميه كم؟ 62. اذا الكميه تبعتي الكيو تبعتي عباره عن 62 ايتم. سيجما تبع الديماند ديورنج ليد تايم اللي بدي اضربها في زد هي عباره عن سيجما ديماند في جذر ال، ال هو عباره عن 3. هاي عندي سيجما تبع ديماند ديورنج ليد تايم، بدي اضربها في زد، في زد الزد على 70% كم بيكون؟ 0.5 من الجداول، اضربه في 14 اعطاني 8. هون الارقام كلها مقربه لاقرب رقم راوندد، يعني بالامتحان لا تقربش، دخل الرقم زي ما هو الا اذا انا حكيت لك راوندد. اذا السيفتي ستوك عندي كم صارت؟ 8 ايتم. طيب الار عباره عن الليد تايم في المتوسط تبع الدي براين هو 3 في 10، زفت عليه السيفتي ستوك اللي حسبتها قبل شوي 8 38. اذا نزل السيستم تبعي تحت ال 38 شو بعمل؟
بطلب كميه ثابته، شو قيمه مقدارها الكيو تبعتي اللي هي ايكونوميك اوردر، ايكونوميك اوردر كوانتيتي 62. طيب بده يحكي لي بدي احسب التوتال توتال انفنتوري كوست، حكينا كيو على 2، كيو تبعتي هي 62 قسمتها على 2 ضربتها في الهولدنج كوست هاي الاتش. كم اوردر عملت بالسنه؟ 520 على 62 هاي عدد الاوردر، ضربتها في السيت اب كوست اعطاني السيت اب، السيت اب كوست السنوي. ضل عندي الكوست تبع السيفتي ستوك، كم في عندي سيفتي ستوك؟ 8 ايتم، هذول الثمانية ايتم بيكونوا موجودين معي على طول السنه. في لهم هولدنج كوست كم قيمته؟ 12، الهولدنج كوست نفسه هون 8 في 12 جمعت الارقام اعطاني التوتال كوست. في هاي الحاله التوتال كوست في الهولدنج كوست تبع السيفتي ستوك. هذا السيستم. هلا اعطاني مثال ثاني بحكي لي سبوز انه كارت بوليسي تبعتي اني بدي استعمل كيو 80 وار تبعتي 150. اذا بدي استعمل ايكونوميك اوردر كوانتيتي بحكي لي اذا عملت ريديوسنج كيو تبعتي من 80 ل 62 شو الفرق راح يصير؟ هذا المثال اللي شرحناه قبل اول. شو السايكل انفنتوري تبعي؟ السايكل انفنتوري هو عباره عن 80 على 2 او مقابل 62 على 2. 80 على 2 اللي هو 40 و62 على 2 اللي هو 30. يعني فعليا اذا استعملت الايكونوميك اوردر كوانتيتي كاني نزلت السايكل انفنتوري بقيمه 9 يونت. تمام؟ طيب بالنسبه للسيفتي ستوك كيف بنحسبه؟ كيف نحسب السيف ستوك؟ زد سيجما، سيجما دي ما فيش غير ال. هاي الثمانية. طب ال 120 وين جبناها؟ شو اعطاني هون الار تبعت ال 80؟ في حال كان 80 حكى لي الار ري اوردر بوينت 150، ار تساوي 150. هاي فيها تو بارتس، دي براين في ال زائد سيفتي ستوك. كم دي براين في ال؟ كم دي براين كانت هون بالسيستم هون؟ 3، 3 اللي هي ال، والديماند هو عباره عن 10. اذا دي براين في ال كم؟ 30 زائد رقم يساوي 150. اذا السيفتي ستوك كم؟ في هذا السيستم الار 150 ودي براين في ال 30، كم ظل السيفتي ستوك؟ 120. 120. طيب في الحاله هاي السيفتي ستوك كانت 120، في الحاله الثانيه كانت 8. فاذا انا كاني لما استعملت الايكونوميك اوردر كوانتيتي نزلت السيفتي ستوك لقيمه كم؟ لقيمه 112 يونت. والار نزل من 150 ل 38، هون حكينا 150 هيو. وحسبنا الار قبل شوي اللي هي دي براين في اللي هي 30 زائد 8 38 سيفتي ستوك. طيب هيك بنكون خلصنا كل الحسابات المطلوبه منا في الكونتينوس ريفيو سيستم، او بدكم تسموه كمختصر تسموه كيو سيستم اسهل. هذا السيستم الاول بالتعامل مع الانفنتوري. طيب الان بدي اجي لسيستم ثاني بالتعامل مع الانفنتوري، راح اشرح الكونسيبت تبعه ويوم الاحد بكمله. بالكيو سيستم ثبتت الكوانتيتي ولا ثبتت التايم بتوين اوردر؟ ثبتنا كيو. هل التايم بتوين اوردر راح يختلف كل كل مره؟ حسب الكوانتيتي اللي عندي متى بتخلص.
اذا افترضت انه دي وال ثابتين التايم بتوين اوردر راح تكون ثابته ولا متغيره في الكيو سيستم؟ اه راح تكون ثابت. اه ثابت. طيب في الكيو سيستم بالعاده الديماند ما بيكون ثابت، بيكون متغير او الليد تايم متغير، فكل اسبوع او كل شهر او كل ويك بيكون الديماند مختلف، فشو بيصير بالتايم بتوين اوردر؟ اه بالكيو سيستم راح يتغير. اذا بالكيو سيستم الكوانتيتي ثابته، لكن اللي ممكن شو يتغير؟ ممكن يتغير التايم بتوين اوردر. الان بيجيني بيحكي لي سيستم ثاني، بيحكي لي هاي شغله انه كل مره اعمل انفنتوري بوزيشن واعمل تشيك على الانفنتوري بوزيشن، شغله مزعجه. بدي اعمل سيستم ثاني، سيستم ثاني بيحكي لي كالتالي، بدي اثبت التايم بتوين اوردر، بدي اصير اعمل ريفيو للسيستم كل كم، على سبيل المثال كل اسبوعين. هل الكميه خلال الاسبوعين الاولانيات راح تكون نفس الكميه اللي راح استهلكها بالاسبوعين اللي بعدهم اذا الديماند مختلف؟ اه بدي اثبت التايم بتوين اوردر. امتى الاوردر دي؟ بدي احكي الدي براين تبعي، اعطيكم مثال، يساوي على سبيل المثال ليتس سي 10 زائد ناقص 1 هاي بير ويك. اجيت على الاسبوع الاول، هاي الاسبوع الاول، هاي الاسبوع الثاني، وهي الاسبوع، هاي الاسبوع رقم 1، هاي التايم لاين تبعي، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5. بدي افترض انه كل اسبوعين بدي اعمل ريفيو، عملت ريفيو هون ما في عندي شيء بالمخزون بالمره، لهذا الاسبوع وصلني 10 ايتم، وهنا الديماند تبعي 9، هون الديماند تبعي كان 11 والديماند تبعي هون 11 على سبيل المثال. هذه الفتره كم لزمني ايتم؟ كم لزمني ايتم اول اسبوعين؟ 19 ايتم. 19 ايتم. اذا اذا انا عملت ريفيو عند السيستم هون، لازم يكون من اول احسب حسابي لقدام انه خلال الاسبوعين الجايات بلزمني كم ايتم؟ 19 ايتم. فلازم تكون متاكد انه في بدايه، في البدايه تبعتي هون انه موجود عندي 19 ايتم، لاني مش راح اقدر اطلب الا بعد اسبوعين، فلازم اجهز حالي لقدام لاسبوعين، فالكميه اللي بدي اطلبها راح تكفيني لاسبوعين لقدام. طيب الاسبوعين اللي بعدهم كم الكميه؟ الديماند اختلف، ما هو دي زائد ناقص 1 طلع 11 و11، كم لازم اطلب كميه الاسبوعين اللي بعديهم؟ 22. فاذا الكميه فعليا هون طلبت 19 وهون طلبت كم؟ 22. على اي اساس حسبته؟ على التوقع تبعي المتوسط تبع الديماند والويلو سيجما. ففعليا كاني في هذا السيستم شو بعمل؟ بعمل ريفيو للسيستم كل وقت ثابت محدد، بس حتى ما يكون في عندي ستوك اوت، شو لازم اعمل خلال فتره الريفيو كامله هاي؟ بقدر اعمل طلبيه ولا لا ما بقدر؟ خلال فتره الريفيو بقدر اعمل طلبيه ولا لازم استنى ليخلص الاسبوع اسبوعين كامله؟ لا بقدر. لا التايم ما بطلب، هون السيستم هيك بحكي لي. التالي انا ثبتت التايم بتوين اوردر، فمش راح اطلب طلبيه الا بعد اسبوعين بالضبط. اذا خلال هاي الفتره في طلبيات؟ ما عندي طلبيات، اذا لازم اكون متاكد انه الطلبيه اللي اطلبها الان راح تكفيني اسبوعين لقدام. كيف بعرف انها راح تكفيني اسبوعين لقدام؟ حسب متوسط الديماند. اذا الديماند 10 بحكي 10 في 2 20، تضيف عليه سيفتي ستوك طبعا، والسيفتي ستوك كمان شوي راح يحسبها. اذا السيستم الثاني تبعي ما بثبت الكوانتيتي، بثبت التايم بتوين اوردر، لكن الكوانتيتي راح تختلف كل مره اطلب كوانتيتي مختلفه حسب الانفنتوري بوزيشن تبعي. طبعا اجين نفس الاسامبشن اللي اعتبرناها اول، بدي اخذ الايكونوميك اوردر كوانتيتي هي احسن كميه لازم اطلبها،
ما اعمل اي كونسترين على اللوت سايز، الهولدنج كوست والاوردرنج كوست ثابتات، ما في علاقه بين اي ايتم والثاني، والليد تايم والديماند معروفين فور شور. هلا كمان شوي راح نحكي انه برضه حتى الديماند متغير، ممكن يكون الديماند متغير. هاي السيستم تبعي كرسمه، الرسمه تبعتي بدي احسب الانفنتوري بوزيشن. الانفنتوري بوزيشن وين بعمله؟ عند فتره معينه، هاي الفتره. امتى راح اعمل اوردر جديد؟ بعد فتره ثانيه معينه. كم هاي الفتره قيمتها؟ لهون، هاي الاوردر الثاني هون. هي اذا خلال هاي الفتره مش راح اعمل اوردر، شو لازم اعمل خلال هاي الفتره؟ لازم يكون عندي كميه تكفيني خلال الفتره هاي كامله. هاي الكميه اللي تكفيني خلال الفتره مقدارها هذه الفتره، شو بسميها؟ بسميها التارجت تبعي اللي هو حرف التي. بدي اشرحها بمثال مش برسمه. بيحكي لي في عندي اكزامبل موجود في الكتاب، تي في سيت. هذه التي في سيت بدي ابيعها، بيحكي لي الليد تايم تبعها هو عباره عن 5، وحكى لي التارجت. انا حكيت لك اياه هلا، انا شوي راح افرجيك كيف تحسبه. التارجت تبعي انه دائما بدي اعمل بي ريفيو للسيستم اللي بيديه بوزيشن، بدي اعمل اوردر كل 6 ايام. هاي الكميه اللي بتكفيني لست ايام قيمتها 620 تقريبا، هذا مضيف عليها سيفتي ستوك باي ذا وي. الليد تايم كم؟ 5. فحاليا شو لازم اعمل؟ بتفرج على الانفنتوري بوزيشن. الانفنتوري بوزيشن عند داي 0. اذا كان الانفنتوري بوزيشن عند داي 0 عندي على سبيل المثال 100 ايتم، شو بعمل؟ حكيت الكميه اللي بتكفيني للبيريود اللي بعديها حتى اعمل عند داي 6 هون. بدي اعمل ريفيو مره ثانيه للسيستم ثاني. اذا هذه المسافه كلها بحكيني لازم يكون في عندي انفنتوري حتى يكفيني هذه المسافه، مقداره كم؟ 620. حاليا عندي 100 عند هذا الريفيو، شو لازم اعمل؟ حكي لي التالي. عملت تشيك للانفنتوري بوزيشن عند داي زيرو الحالي، طلع عندي عدد الايتم الموجود عندي بالانفنتوري 100. مش راح اقدر اعمل انفنتوري تشيك الا عند داي 6. وحكى لي بمختصر بسيط انه خلال هاي الفتره بين داي زيرو وداي 6 بلزمني 620 ايتم. طب موجود عندي 100 وبقدر اعمل اوردر الان، كم اعمل اوردر لكم؟ شكلها مسكره معكم. 520 100%. اذا طلبت 520 وهي في عندي 100 صاروا 620، اذا هاي الكميه راح تكفيني لاعمل ريفيو ثاني اللي هو امتى؟ عند داي 6. طيب اذا اجى الداي 6 الاصل اكون يا مستهلك 620 كاملين يا اخف شوي. إذا مستهلك 620 كاملين، كم لازم أطلب؟ 620. بدي أفترض إنه استهلك 150 عند داي 6. ضل عندي، عملت ريفيو للسيستم عند داي 6، ضل عندي 150 آيتم. إمتى الريفيو اللي بعده راح يكون؟ عند داي 12. طب عندي 150 وأنا عارف هذه الكمية خلال هاي الفترة بلزمني 620 آيتم، كم لازم أطلب؟ عندي 6 420. بحكي 620 ناقص 150 اللي هي كم؟ 470. فاذا صفت الكميه تبعتي، الاوردر هو مختلف
الكميه اللي بطلبها مختلفه، لكن التايم بتوين اوردر ثابت. هون اعطاني امثله، هون اعطاني امثله، هون مثلا اول مره طلب كيو مقدارها 280 حسب الانفنتور بوزيشن، المره الثانيه طلب 395، اذا في مره رابعه خليني اشوف، المره الرابعه طلب 275. بس لاحظت انه التايم بتوين ريفيو شو بيكون؟ نفس المسافه. اذا انا بثبت التايم بتوين اوردر، اذا هذه المسافه مع الاوردر اللي بعده بتكون نفس المسافه. تمام. اذا في هاي الحاله انا بثبتش الكوانتيتي، بثبت التايم بتوين اوردر. بما اني اثبت التايم بتوين اوردر لازم خلال هذه الفتره شو يكون في عندي؟ حمايه، احمي حالي. طيب اذا انا بحمي حالي بقيمه بي اللي هي التايم بتوين اوردر بسميها بي، اذا طلبت مباشره تصلني الكميه ولا في عندي ليد تايم؟ تصلني الطلبيه ما في عندي ليد تايم. في عندي ليد تايم اذا طلبت الطلبيه الان، برضو في عندي ليد تايم لازم اخذ بعين الاعتبار. فاذا انا لازم احمي حالي بفترة مقدارها بي زائد ال. إذا شو قيمة الديماند الموجود خلال بي زائد ال؟ الكمية اللي لازم أنا فعليا التارجت تبعي كم لازم يكون؟ دائما أعبيه اللي بكفيني هاي المسافة، اللي هو عبارة عن دي براين متوسط الحسابي للتارجت زائد مضروب في بي زائد ال. أعيدها المرة الجاية بشكل أوضح إن شاء الله. خلينا نخلي البي سيستم للمحاضره الجايه، مو مشكله نشرح المثال هذا مره ثانيه من جديد. بس كمختصر بسيط انه الكيو سيستم ثبتنا الكوانتيتي لكن التايم بتوين اوردر بيختلف، بالبي سيستم او اللي هو الفيكس اوردر اللي ثبتنا التايم بنثبت فيه التايم بتوين اوردر والكوانتيتي بتصير تختلف. خلينا ناخذ حضور وغياب. كم التاريخ اليوم؟ 6. ناخذ حضور وغياب. اذا في حد عنده مشكله في الكيو سيستم في اسئله عامه، طيب في البي سيستم